بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا فيكم اصدقائنا ومتابعينا في كل مكان. اليوم بدنا نعمل خبز زي خبز الطابون ولكن بالفرن في البيت. طريقه سهله جدا وطلع من اطيب ما يمكن فعلا. الخبز بينفع كمان لخبز للخبز المسخن، لانه الفيديو الجاي ان شاء الله بنعمل لكم اياه فيديو عن المسخن. هاي المقادير: عندنا 4 كاسات طحين، هاي الكاسة الكبيرة زي ما انتم شايفينها، وفي عندنا كاسة حليب، وعندنا كاسة وكاسة ونص مي حسب نوع الطحين، يا أكثر يا أقل، ملعقة ونص خميرة، وفي عندنا ملعقة سكر وملعقة ونص ملح أو ملعقة واحدة ملح بكفي. إذا بدكم يطلع طعم مش موجود مش ما يبينش فيه طعم الملح، ملعقة واحدة بكفي. في عنا زيت، فنجان زيت، طبعا فنجان الزيت ما بنحطه مع الخلطة، فنجان زيت في الآخر بعد ما نعجن العجنة ونخلصها. بندهن العجينة بالزيت بالكامل من حواليها وبنتركها لمدة ساعتين عشان ترتاح. والآن بنبلش نخلط كل الأشياء الناشفة. طريقة نخلط نخلي الملح شوية لحاله، نخلط شوية العجين مع الخميرة والسكر، بعدين نضيف الملح زي ما انتم شايفين. ملح ملعقة واحدة حطينا لأنه احنا ما بنحبوش كثير مالح، هو مش راح يطلع كثير مالح مع كمان نص ملعقة بس بيطلع شوية. في ناس تحب الملوحة شوية تبين. نحط الحليب وبنبلش نخلط في الحليب شوي شوي، وبعدين بنصير بنزيد في المية شوي شوي لغاية ما ينخلط ويصير متجانس مع بعضه. طبعا حيطلع طري شوية، لا تتفاجئوا، لأنه هو المفروض يطلع طري، بيطلع بهالطريقة زي ما انتم شايفين. شايفين كيف قوامه بهالطراوي هاي، شايفين كيف هاي قوامه. هلا بنضيف عليه زيت مشان ما يلزقش على حواليه كله بالكامل. بنضيف بنفتح شوية الطرف بالعجينة وبنحط زيت وتصير ما تلزقش. والآن بلفنا. طبعا أنا في لي طريقة خاصة فيي، إن أنا ممكن أشغل الفرن لمدة دقيقة وأحطه بالفرن، بدفى الفرن، بسكر الفرن، بطفيه يعني، وبعدين بحطه لمدة ساعة أو ساعة ونص بالفرن عشان يخمر. هيك طريقة أسرع على فكرة وبطلع بجنن. هاي شوف كيف بعد ما خمر، طلعناه من الفرن بعد ما خمر صار من أحلى ما يمكن. أنصحكم تحطوه بالفرن وتنسوه بالفرن والفرن شغال، تفتحوا الفرن دقيقة فقط. المهم هو أنا بلشنا نكور فيه. طبعا الأربع كاسات هاي بتعملنا تقريبا 5 آلاف، بنقطعهم لخمس قطع ومندورهم مزبوط. طبعا لأنه طري كتير وبلزق، حطوا طحين على الطاولة كويس وحطوا على إيديكم طحين وانتوا بتسووا وبتكوروهم، بعدين بيطلع من أجمل ما يكون. زي ما انتوا شايفين عمل 5 أرغفة بهالطريقة. والآن بنرق العجين زي ما انتوا شايفين، بنرقها، بنجيب صينية حديد بنحط عليها ورق تبع الطبخ مشان ما يلزقش العجين عليها، نرقها شوي على ايدينا عشان تمط العجينة ونفردها عشان تنفرد العجينة شوي، وبنحطها على الصينية زي ما انتوا شايفين بهالطريقة، وبنحطها على طول بالفرن. طبعا تنسوش تضلكم تلفوا فيها يمين وشمال. هاي بنحط نولع النار اللي فوق وبنسكر الفرن عليها. هاي شوف كيف استوى الوجه اللي فوق، والان بنقلبه زي ما انتم شايفين. يا سلام، الله يا عمي، زي خبز الطابون تقريبا. بنضلنا نراقب فيها وبنلفها شوي شوي مشان ما ينحرك من جهه اكثر من جهه. طلع كيف طلع، من اجمل ما يمكن، يا سلام. وإن شاء الله صحتين وعافية. وبليز سبسكرايب وشير ولايك، خلي الغير كمان يستفيد. وهاي من أسهل الطرق لعمل خبز في البيت زي خبز الطابون، بينفع للمسخن، بينفع للأكل العادي أو إلى آخره. إلى اللقاء.